لازلنا في هذا السياق، وبينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بك معنا. ربما من أهم التصريحات التي جاءت اليوم على لسان الدكتور مصطفى مدبولي هو أن الدولة تعمل على رفع أسعار المنتجات البترولية للسيطرة على نسب التضخم وأيضا تيسيرا على المواطنين. كيف تساهم برأيك رفع أسعار المنتجات البترولية في السيطرة على التضخم؟ طبعا النهارده بتكلم على المنتجات البتروليه اللي يعني دورها مهم جدا باعتبارها ان بتعد من ضمن المحركات الاساسيه لمعدل التضخم، فالسيطره على الاسعار وعدم تعرضها للازمات السعريه الدوليه اللي بتحدث نتيجه الازمات الجيوسياسيه اللي بيمر بها العالم وعدم تمريرها للداخل المصري، فده دور بتتحمله الدوله المصريه، وليس الدليل عليها ان هي دائما ما بتعمل فلتره حتى لا تمرر اثار الازمات العالميه على الدخل المصري. ويمكن شاهدنا كثيرا من الازمات السعريه التي تخص الاسعار النفطيه تحديدا لو تم تمريرها على الدخل المصري مباشره ستحدث اثار تضخميه كثيره وليها اثار سلبيه، ستكون لها اثارها السلبيه على الداخل. فعشان كده بنقول النهارده يعني بنقول عدم تحريك اسعار النفط او اسعار المنتجات النفطيه تبعا للتحركات السعريه العالميه، اعتقد ان هو شيء محمود طبعا من قبل الدوله المصريه. وطبعا احنا يعني بقينا كلنا امام بنظره اقتصاديه امام ان في مشكله، في طفره كبيره ما بين الاسعار العالميه والاسعار. ولكن ما هو يعني ما هي حجم الفجوه ما بين السعر العادل من وجهه نظر الحكومه لاسعار المنتجات البتروليه والتسعير الحاليه؟ طبعا هو السعر العادل النهارده يبقى انا هقيس عليه سعر النفط، سعر برميل النفط العالمي وتكلفه تكرير البرميل النفطي الى ان يصل الى منتجات نفطيه، والسعر اللي بيتداول اللي هو اللي احنا ما زالت الدوله بتدعمه بكم كبير من وتكلفه كبيره تتحملها الموازنه، فهي دي الفجوه اللي ما بين السعر العادل والسعر المعلن الرسمي المتداول. فعشان كده ولكن هو بالفعل يعني هو بالفعل السعر يتحرك بخصوص اسعار المنتجات البتروليه، هل نحن نتحدث هنا عن وتيره اسرع لتحرك هذه الاسعار ام تبقى على نفس الوتيره ولكن تستمر في الزياده؟ طبعا هي احنا بقى في لجنه السياسات السعريه وضعت ليها خطوات، كل ربع سنه بيتم تحريك اسعار النفط طبقا لاخر الاسعار، لكن اعتقد هي دي الوتيره اللي يعني ربع سنوي هي دي الوتيره اللي يعني اقل مده، لان بقى اكتر لو يعني سرعنا اكتر من كده بيكون لها مردود على داخل تحريك سعر مصاريف النقل وتحريك مصاريف التشغيل. فاعتقد ان لو تم تحريكه بشكل اسرع وخارج ال 10% هيكون ليه مردود سلبي على الدخل في الشارع المصري. بيرتبط كل تحريك سعر المنتجات النفطيه بيرتبط بالعديد من التحريكات في الداخل باعتباره زي لعبه الدومينو، فكل تحريك في سعر المحروقات بيترتب عليه تغيير في مصاريف النقل ومصاريف المواصلات، بيترتب عليه تكاليف التشغيل. فاعتقد النهارده الربع السنوي هو الانسب، وطبعا ال10 في حدود ال10% اللي وضعتها لجنه المحروقات اعتقد هي الانسب في الوقت الحالي. وضحت الفكره، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الباحث بكليه السياسه والاقتصاد جامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.